تحولاته والكاريكاتيرات اللي بترسم والكاريكاتيرات اللي في العالم كله اللي بتقول لك ما ذنب الشعب المصري ان اسم واحد من قادة الانقلاب اسم حيوان، بيقولوا كده دلوقتي في جميع انحاء الدول. زي ار بانيشد بيكوز نيمد هيم ويز هيز نيم ويتش از ذا نيم اوف ان انيمال، مكتوب كده في عناوين كبيره. بيقولوا يعني عقب الناس اهل دلجه واهل كذا لانهم سموا قائد الانقلاب باسمه اللي هو اصلا اسم حيوان. هم بيقول لك وات ذا بروبلم، ذنبهم ايه؟ ف